السلام عليكم إخواني المسلمين والمحسنين، أنا كنشدكم لوجه الله. أنا كنعاني من هذا المرض دياليز واللي هو صعيب بزاف، كنعاني منه لمدة 8 سنين. واش متعاونوني في سبيل الله وجزاكم الله خيرا، الله يعطيكم صحيحتكم. أنا عيش بزاف من هذا المرض والحمد لله، كانت حالي جلوة عندي بزاف وكل شي غالي والمركوب وما كمشي ولا في لابيلونس لا والو. ربي اللي عالم بينا وصافي، الله يسهل عليكم والله يعطيكم الصحة. أعزائي المشاهدين، اليوم في حالة إنسانية جديدة، في فيديو جديد، حالة تدمي القلوب. معنا السي محمد القرشي من مدينة سوق الأربعاء الغرب، شاب اللي عنده 27 سنة كيعاني من مرض الكلي، اللي دفعوا انه كيدير الدياليز سنوات. دابا هذا المرض اللي بلوكاه لا على خدمة لا على تمارة، كتعرفوا الناس ديال الدياليز ما كيقدروش يديروا شي خدمة اللي متعبة. غادي نناقشوا مع السي محمد، نشوفوا المعاناة ديالو، نشوفوا الحاجيات ديالو، على وعسى ربي يكتب ليه شي محسن اللي يقدر يتعاون معاه. السي محمد مرحبا بك على صوت العدالة خويا، ومرحبا بك في الدار البيضاء، جيتي تال الدار البيضاء باش تسجل مع صوت العدالة. خويا السي محمد، من امتى وانت كتعاني من هذا المرض؟ السلام عليكم الاخوان، انا 8 سنين وانا يا مريض بهاد الدياليز هذا اللي سبب لي عده مشاكل في حياتي، اللي هما المشكل الاول خرجت من الدراسه من سيزيام بسبب المرض، والمشكل الثاني هو انني ما بقيتش نقدر نخدم لا في تماره ولا في اي حاجه. خط البيع والشراء كنت عاون به شويه على الوقت بحكم ان الوالدين ديالي كبروا في السن بزاف وما كيخدموا ما والو. الوالد عنده 84 سنه زايد في 1940، والوالده ديالي عندها 60 سنه حتى هي، ما بقاوش كيقبلوها. كانت كتخدم في الفلاحه هي اللي كانت كتعاونني، ما بقاوش يقبلوها، واللي شاء انا اللي مضطر. يعني انا كندير الدياليز، عندي جوج حصات في السيمانه، وعندي واحد الدواء ديال الكالسيوم كيدير 60 درهم و 62 درهم، والدواء شحال مره كتاخذوه؟ واش في الشهر ولا في السيمانه؟ عندي 5 ايام هاد الدواء، كيدوز لي 5 ايام هاد ديال الكالسيوم، وواحد ديال لوفيغ كل 3 شهور كناخذوه، كيدير لنا ثاني 5000 ريال ديال الدم، حيت الدم اللي كتصفيه كيبقى ينقص الدم ديالك في الماكينه، وهذا كيلوحوا لك كل حصه. انا جوج حصات في السيمانه، كل حصه كينقص لك الدم. شنو نوع ديال البيع والشراء اللي كدير نتايا باش كتعاون بيه على الوقت؟ كنبيع واحد الفواطات كتعطيهم لي واحد السيده الله يجازيها بخير، وواحد الشدوده واحد الجدوده حتى هما كنبيعهم وكنترزق فيهم الله باش نعاون راسي، حيت ما كاينش لا حنين لا كريم اللي يتعاون معاك واللي يقدر يسهل عليك باش ما تاكل وما تصرف في السوق. هذا المرض هذا ملي بديتي عرفتي ان فيك المرض، واش ما كاينش شي عمليه ولا شي حاجه اللي تقدر ديرها وتولي لاباس بلا هاد الدياليز هذا؟ كاينه، ولكن مستحيل واش ديرها هنايا في المغرب، حيت 25 مليون العمليه بوحدها. انا اختي مسكينه قالت لي انايا نتبرع لك بكلوه، حيت كاينه جوج انا واختي في الدار، اختي مجوجه وقالت لي نتبرع لك بكلوه. وملي سول الطبيبه ديالي قلت لها انا عندي متبرع والعمليه بشحال غنديرها، قالت لي العمليه ب 25 مليون بلا متبرع. يعني 25 مليون انا بلا متبرع؟ المتبرع من عندي. المتبرع من عندك و25 مليون؟ 25 مليون باش دير هذه العمليه، ويا ربي تخلص 25 مليون. واش ترفضها لك؟ حيت كترفضها كيرفضها الجسم ما كيقبلهاش، يا ربي تقبل ولا ما تنجحش. 8 سنين دابا وانت كتعاني في حال هكا، قله الحيله، قله الحاجه، والوالدين كبار، كتعاني كتعافر مع الزمان،
واش ما عندكش شي حرفه في يديك ولا شي حاجه؟ عندي كنخيط انايا، كنت كنتعلم الخياطه في واحد المحل، دابا الحمد لله كنعرف نخيط. وعلاش اخويا ما ديرش الخياطه؟ والخياطه ماشي متعبه بزاف؟ لا ما متعبهش، ولكن ما كيناش، ما عديش كيفاش نقدر نشري واحد الماكينه ديال الخياطه ونخيط راسي ونخرج للزنقه نبيع. مثلا نخيط 40 بياسه ولا 50 نبيعها في النهار، صافي بارك عليه، هذه كناكل بها انا والوالدين ديالي، ونقدر نركب بها، نقدر تجيني التحاليل نخلص بهم نجمع. كافياك ماكينه في الدار تخدم بها وتبيع وتشري؟ كافياك الحمد لله كافياني، واخا الدياليز نصبر له ماشي مشكل، حيت ربي اللي بغى هذا الشيء ديال الدياليز، لا بغى يشافيك عيشافيك. والدوله كنتمنى يحيدوا لنا هاد 25 مليون باش نقدر ندير العمليه. انا عندي متبرع، علاش ما نخلص والو وندوز العمليه وننجح وما نبقاش نمشي جوج السيمانات؟ انايا كنخدم مع ثلاثه في السيمانه، ثلاث ايام يعني يومين في السيمانه الدياليز، ونخدم ثلاث ايام، وهذيك اليومين كتجي ما تقدرش تخدم فيها، كتجي الدياليز ديرك خاصك تنعس، مره كيجي عندك صداع في راسك، راسك كيضرك بزاف، ما كتقدرش تنعس حتى الصباح عاد تنوض. هذا المرض لا حول ولا قوه، صعيب بزاف، والله ينجي جميع المسلمين من هذا المرض. 8 سنين وانت كتعاني، ما كاينش محسنين كيتعاونوا معاك ولا شي حاجه في هذه الفتره هذه؟ 8 سنين وانا كنعاني، كاين اللي كيتعاونوا معاك، حتى ولا الدوار كيتعاونوا معاك، كيعطيونا هذيك ديال المعوينه شويه، المهم شويه المعوينه وصافي، المهم كاينه شويه المعاونه والحمد لله. كي كدير في الترونسبور ديالك، ما كديرش الدياليز في سوق الاربعه؟ في كدير الدياليز؟ واش في سوق الاربعه نيت كدير دياليز؟ كنديرو في سوق الاربع، ولكن انايا كنركب ب 320 باش نوصل للدياليز. انت ما كتسكنش في سوق الاربعة بالضبط؟ سوق ثلاث الغرب، وسوق الاربع الغرب كنركبو لها 15 كيلومتر، كنركبو لها في طاكسي، وباش من الدار نمشي للطاكسيات كيلومتر ونص باش تشيل الطاكسي، تخلص 320 وتشيل المحطة، ثاني من المحطة للطبيب ثاني كيلومتر باش تشيلو. دابا كون كان عندك شي موتور كانت تكون احسن، تمشي بالموتور وتجيب موتور يكون احسن. دير له 20 درهم ديك وتجيبك، يعني من الدار حتى للطبيب بخير، هذه تكون مخيره، ولكن ربي اللي كيرزق والحمد لله. على كل حال كنتمنى من المحسنين وجميع المسلمين اللي كيشوفوا هذا الفيديو يتعاونوا معايا في سبيل الله لوجه الله. انا راه مريض كندير دياليز، واللي بغى يتعاون اجره لله، الله يجعل ربي تكون عنده في ميزان الحسنات ديالو. واخا محمد، اعزائي المشاهدين سمعتوا محمد، فهو قليل الكلام اللي كنت كندردش معاه، وادي حكى اهم الحوايج اللي كيعيشها، الحوايج اللي صعيبه عنده هي المعيشه. المعيشه صعيبه عنده، ما كرهش ماكينه اللي انا متيقن ان كاينين ولاد الناس وكاينين ولاد الخير وكاينين المحسنين اللي غيمدوا ليه يد العون في هذا الباب هذا، باش ما يبقى يطلب حد. ماكينه غادا تعيشوا بخير وعلى خير هو ووالديه، ماكينه يخدم بها الفطط ديالو ويخرج وياكل ويشرب بها. وكذلك انا غنعاود نترجى المحسنين اللي عنده قدره باش ياخذ لسي محمد شي موتور يكون احسن. السي محمد محتاج الموتور للتنقل، غير باش يمشي من الدار ثلاث الغرب حتى لسوق الاربعة الغرب، عنده 15 كيلومتر كيمشيها في الترونسبور، كل مره كيعاني من ديك فلوس الترونسبور، شكون اللي غيركبو فابور ولا شكون، واش يلقى الفلوس ولا ما يلقاهاش. كذلك غدا تعاونوا حتى في البيع والشراء ديالو. اعزائي المشاهدين، رجانا في الله وفي المحسنين اللي ما كيبخلوش على الناس اللي محتاجين. كنتمناو من الله عز وجل ان المحسنين يتعاونوا مع السي محمد. التليفون ديال السي محمد غتلقاوه على الشاشه كما كنقولوا ديما، حنا ما كندخلوش فشنو غتعطيه ولا شنو غتمد ليه، منك ليه. التليفون ديالو عيطوا عليه، طلبوا منه الوثائق ديالو غيصيفطها لكم ومنكم ليه.
أعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير وراء الكاميرا حمزة العزيم، إلى اللقاء.